متفق معاكي 1000000%، وخصوصا في الجزء المتعلق بمارسيل كولر. الحقيقه قاد المباراه دي بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى الاقتدار، وبالمناسبه حتى من ضمن التصريحات اللي هو ادى بيها في المؤتمر الصحفي اللي كان عقب انتهاء المباراه، اكد ان هو بالنسبه له بيتعامل من منطلق ان النتيجه لغايه دلوقتي لسه 0-0، وان حسم الامور مؤجل لغايه ماتش الاياب ان شاء الله امام الترجي. وباذن الله ان شاء الله كلنا نجد ما يسرنا، مش بس في ماتش الاياب ده، كمان في النهائي باذن الرحمن. ماتش كان جميل جدا الحقيقه. طبعا ماتش الذهاب ده ممكن نلخصه في كلمتين: الاداء الرجولي. حقيقه يعني اداء رجولي ظهر من بدايه المباراه، لما يعني بالذات لما بيرسي تاو يعني تالق وسجل الهدف الاول ليه في الدقيقه 8. الاهلي قدم مباراه كبيره جدا قدام فريق الترجي. مباراه الاياب اكيد هتكون صعبه، لان احنا كده كده بغض النظر عن نتيجه ماتش الذهاب، احنا في الحالتين بنتكلم على مين؟ بنتكلم على فريق اسمه الترجي، احنا بنتكلم على فريق يعني قوي جدا، منافس قوي، ليه سمعته وليه تاريخه في دوري الابطال كمان بصفه خاصه، ناهيكم عن تواجده في الدوري المحلي في تونس، لا بنتكلم على فريق قوي بغض النظر عن الوضع الاستثنائي اللي حصل في ماتش الذهاب. والتاني ارجع اقول لكم زي ما قال كولر، الاهلي يعني هيدخل مواجهه الاياب على انها مباراه الحسم. كمان ما ننساش نقطه في منتهى الاهميه، يعني الحمد لله الاقدار ساعدتنا كتير في لقاء الذهاب في عدم وجود جماهير في تونس، لكن احنا عندنا الوضع معكوس، ودي نقطه في منتهى الاهميه، ان احنا داخلين ماتش اللي جاي ان شاء الله ومعانا سلاح فتاك في منتهى الاهميه، وهو الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي، اللي دايما بيبقى لها تاثير ايجابي ودايما بيبقى لها مفعول السحر، وخصوصا في النوع ده من المباريات. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا، وان شاء الله نيجي باذن الرحمن نهني برضو ونقول لحضراتكم صباح النصر، ويتواصل بقى صباح النصر ده معانا لغايه ان شاء الله ماتش النهائي باذن الله. كلام محترم، وان شاء الله هيكون حاصل على الارض.